السلام عليكم. ده الجزء الثاني تكملة الكرين لودز. في الفيديو ده هشرح طريقة أدق شوية من الطريقة اللي فاتت عشان أحسب الكرين لودز على الفريم بتاعي، بالإضافة إن إحنا هنحسب الانترنال لودز اللي هي المومنت والشير والنورمال على السكشن بتاع الكرين جيردر عشان أبدأ بعد كده أقدر أصممه. نرجع للمسألة بتاعتنا الاليفيشن الاليفيشن فيو بتاعي اللي هو كريم بريدج بتاعتي. سبان بتاعنا 11 متر، البراكت نص متر، السبيسنج ما بين العجلتين هنا 2 متر وفي الاتجاه العرضي برضو 2 متر. السبيسنج ما بين كل مين اليمنت سواء فريم او تراس واللي بعده هو 5 متر، يعني الباي ديستنس 5 متر. جميل. دلوقتي انا عايز احسب الستريننج اكشنز بطريقة ادق شوية. عايزين نحسب بطريقة ادق شوية، فانا هرسم الكرين جردر. دلوقتي احنا عرفنا ازاي ان احنا ننقل في الفيديو اللي فات من الكرين بريدج للكرين جردر. دلوقتي الحسابات بتاعت الكرين جردر، اول حاجة تهمني هي من الموفينج لود الموفينج لود انا عايز احسب الماكسيمم. اول حاجة عايز احسب الماكسيمم بيندينج مومنت اللي هي ام اكس. حلو، ده نتيجة الموفينج لود. يعني لو انا عندي البيم بتاعي اللي هي الكرين جيردر بتاعتي اهي، ادي البراكت وادي البراكت التاني اللي هو الفريم والفريم، يعني ده كده البراكت وده الكريم جردر. طيب بالنسبة لي عايز الماكسيمم ام اكس على الكريم جردر عشان ابدأ اصممها. اجيبها ازاي؟ والله برضو ده عن طريق الانفلونس لاين لتو كونسنتريتد لود على البيم ده، اقدر احدد هي فين بالظبط الماكسيمم مومنت، اوقف فين الترولي فيديني الماكسيمم. طيب قسمنا ده لتو كيسز. لو نفتكر مع بعض ان ده كاسبان كان 5 متر والتو بيمز بتاعتي اللي هي دي ودي كانت الديستنس ما بينهم 2 متر واللود اللي عندي كان 4.5 طن و4.5 طن. ففي كونديشن عملناها بتقول ايه بقى الكونديشن دي؟ لو ده البيم بتاعتك وده الويلز بتاعتك او الكونسنتريتد لود بي وبي وده السبيسنج بتاعك اللي هو الاسبان اللي هو بيساوي في مسائلنا اس، والديستنس من البراكت او من السبورت ده لغاية اول عجلة سميتها اكس فاريبل اكس والمسافة ما بين العجلتين سميتها ايه. فبقى عندي كونديشن بيقول ان لو الايه، ادي اول كونديشن، لو ايه اللي هو المسافة ما بين العجلتين طلعت اصغر من 0.586 ال، يعني تقريبا اصغر من نص البيم، اي ده معناه ايه؟ ده معناه ان العجلتين دول لو في عجلة جت وقفت في النص
العجلة التانية هتفضل موجودة على البيم بتاعتي. فقال لك ان ساعتها المومنت الويل بتاعتك تقدر او الترولي بتاعك يقدر يقف ازاي، يقدر يقف كده على مسافة اكس، حيث ان اكس بتساوي نص ال ماينس a اوفر 2. جميل. و المومنت الماكسيمم اللي هي مومنت x ماكسيمم هتطلع كام؟ دي كده ماكسيمم، تطلع بالرول ده اللي هو p ماينس ال ماينس a اوفر 2 اول سكويرد على 2 ال. تعالى نعوض كده. لما نعوض ال ال بتاعتنا كانت بخمسة وال a بتاعتنا كانت باتنين، يبقى كده تلاتة على اتنين، تلاتة على اتنين واحد ونص، نصها 0.75. يبقى ال distance دي هتبقى 0.75، وال distance دي 2 متر، وده الباقي بتاعي اللي هو كام؟ اللي هو 2.25. maximum moment هتطلع هنا، لو جيت نرسم الماكسيمم بيندنج مومنت دايجرام هيطلع حاجة بالمنظر ده كده. هيطلع حاجة بالمنظر ده كده، وهي دي الماكسيمم مومنت. طلعت كام الماكسيمم مومنت بتاعتنا لما اعوض عن ال B ب 4.5 ناقص ال L بتاعتنا اللي هي 5 على A على 2 اللي هي 1 اول سكوير على 2 في 5. الكلام ده هيطلع لي ال M X ب 7.2 تون meters. حلو. يبقى ده maximum moment هتطلع لي نتيجة الكيس دي. طيب لو كيس تانية اللي هي لو ال A بتاعتك أكبر من 0.586 ال L، ده معناه ايه؟ ده معناه ان لو الترولي عجلة منه جت في النص، فالعجلة التانية بتاعته هتطلع بره البيم، فساعتها هيبقى الشكل بتاعي عامل ازاي؟ هيبقى عبارة عن حاجة كده. اللودز بتاعتي هتبقى واحد في النص بي، والتاني على بعد مسافة A موجود بره الكرين جيردر. هو طبعا هيبقى فيه كرين جيردر تانية، سمبل بيم تانية هتشيل الكلام ده، بس انا بتكلم على الكرين جيردر الواحدة اللي انا اصممها اللي هي سمبل بيم انا اصممها. فيطلع لي ان الماكسيمم مومنت في الكيس دي هي اهي، ادي الماكسيمم مومنت بتاعتي قيمتها كام الكلام ده؟ بي ال على 4، ده قيمة ال ام اكس بتاعتي. طيب وهو موجود فين؟ عند مسافة ايه على الاتنين، عند مسافة ال على الاتنين، الاكس موجود عند مسافة ال على الاتنين. جميل. ده كده بالنسبة لي ماكسيمم بيندنج مومنت ام اكس نتيجة الموفينج لود. طيب ماكسيمم شير تاني حاجة هحسبها هي maximum shear force اللي هي Qx نتيجة برضو الموفينج لود. انا ستيل في الموفينج لود. هنرسم البيم، ودي اتكلمنا فيها في الفيديو اللي فات، ان يعني خلاص انت عايز تطلع الماكسيمم شير، فانت بتفرض ان اللود بتاعك واقف على، او الويل بتاعتك الكونسنتريتد لود بتاعك واقف على واحد من السبورت، والعجلة التانية موجودة جوه على البيم بتاعك. فلو دي كانت 4.5 ودي 4.5 والمسافة دي 2 متر، المسافة دي 3 متر، الرياكشن ده محتاج احسبه. والرياكشن ده لو فرضنا ده واحد مثلا وده 2، بسيجما المومنت تقدر تطلع ار واحد اللي احنا طلعناه قبل كده بكام؟
ب 7.2 طنز. طب خلي بالك بقى من نقطة مهمة جدا، هو يا باشمهندس مش الشير فورس دايجرام لو اترسم هيترسم كده؟ الرياكشن 7.2 وهيجي يطلع يلاقي قصاده على طول 4.5، فيبقى الريزلتنت بتاعهم 3.3، ودي 3.3 هتنزل ل 2.7 وتطلع تاني من 2.7 ترجع. الفكرة ان احنا بنحسبها على المور كريتيكال اللي هو جاست بيفور ان الويل دي تقف على السبورت. قبلها بالظبط كان ايه اللي حصل؟ كان بقى عندي عندي رياكشن قيمته 7.2 تقريبا وطالع كده، بعد كده فجأة هيحصل الدروب يوصل لغاية 3.3 ويكمل نفس الشكل بتاعي، فيبقى الكيو ماكسيمم بتاعتي الكيو اكس بتاعتي يعني ماكسيمم بتساوي كام؟ طلعناها ب 7.2 طنز، وده عن طريق حساب الرياكشن، من حساب الرياكشن ده نتيجة الموفينج لود. طب نروح للبريكنج أو اللاترال تشوك الأول. نتيجة اللاترال تشوك بيحصل عندي لاترال لود. أيوة يعني هيفرق في حاجة أهو، عندي لاترال لود. طيب السؤال بقى دلوقتي، خلي بالك ان ده بي اوفر 10 وبي اوفر 10 10% و10%. السؤال بقى دلوقتي احط الكلام ده فين بحيث يطلع لي ماكسيمم مومنت؟ نفس فكرة الام اكس، احط نفس فكرة الموفينج لود، هيبقى عند بالظبط مكان الموفينج لود اللي احنا حطيناه على بعد مسافة اكس، حيث ان اكس التو كونديشنز بتوعنا اللي هي ال A لو أصغر وال A لو أكبر. طيب ال X بتاعتنا طلعناها المرة اللي فاتت ب 0.75 meters. طب ال M maximum يا باشمهندس هتبقى حوالين ال Y، هتبقى اسمها M Y maximum، قيمتها 10% من ال M X. جت منين؟ جت ان انا اصلا عندي هنا اللود اللي هو 4.5 بقى 0.45، 10% من اللودز يديك 10% من الانترنال لودز، يبقى ام واي بتاعتي بتساوي 0.1 في الام اكس اللي هي طلعناها 7.2، ساعتها يديك 0.72 تون متر قيمة اللاترال تشوك البندنج مومنت بتاعتها. كده بندنج مومنت. طيب قبل ما نسيبها الشير، الشير فيها نفس الكلام، هنجيب الفورسز دي ونوقفها هنا كده، يبقى اللي بالأحمر ده هو الشير اهو 2 متر برضه، يبقى قيمة الشير هتلاقي ان كيو هتلاقي ان كيو واي بتساوي 0.1 من كيو اكس اللي هي تطلع لنا في الاخر 0.72 طن. يبقى انا كده طلعت ايه؟ طلعت الام اكس من الموفينج لودز، طلعت ام اكس وكيو اكس، ومن اللاترال تشوك طلعت ام واي وكيو واي. كده فاضل حاجة واحدة بس، هي البريكنج فورس. ماشي، آخر حاجة هي البريكنج فورس. هيطلع لي ايه في البريكنج فورس؟ هيطلع لي نورمال لو دي البيم بتاعتي اسبانها 5 متر، عندي هنا
اللودز مش هتفرق بقى مكانهم فين. دي 4.5 طن ودي 4.5 طن، هيبقى عندي البريكنج فورس بتاعتي قيمتها سيجما بي اوفر 7، يعني النورمال فورس بتاعتي هتبقى بتساوي كام؟ طلعناها المرة اللي فاتت وقلنا هتبقى 9 على 7، 1.29 tons. جميل. وبالنيجاتيف تو سام اب كده كل اللودز بقى عشان اقدر اعمل الكيسز بتاعتي وافهم هصمم على ايه، هلاقي ان انا حطيت الانترنال لودز بتتقسم حاجتين، ديد لود و لايف لودز. معلومة مهمة جدا يا باشمهندس، اكتبها اهو، معلومة مهمة جدا. في اللودز اللي فاتت دي كلها اللي احنا حسبناها هي احمال دايناميك نتيجة ايه؟ نتيجة وينش بيتحرك. طب انت معبر عنها بستاتيك لودز، فهل الدايناميك لود ليه نفس تأثير الستاتيك لود؟ لا طبعا. على سبيل المثال لو انا عندي كوباية مثلا، سبت الكوباية دي تقع من على ارتفاع هتنزل تتكسر، نفس الكوباية لو حطيتها هنا مش هتتكسر مع انها نفس الوزن، بس ايه اللي حصل هنا؟ هنا في دايناميك ايفكت لكن هنا ستاتيك ايفكت. الديناميك ايفكت تأثيره اكبر من الستاتيك، يبقى لما تيجي تعبر عنه بستاتيك لود لازم تكبر قيمته، فلما تكبر قيمته ده حاجة اسمها الامباكت فاكتور عشان اقدر اعبر عنه كستاتيك لود. طب الامباكت فاكتور بتاعي كام؟ كل الاحمال اللي فاتت دي تتضرب في 1.25، ده الامباكت فاكتور لما تكون الماشين او الكريم بتاعتي شغالة بموتور كهرباء مش مانيوال يعني، وده معظم الكيسز دلوقتي. يبقى ده الامباكت فاكتور بتاعي، يبقى كل الاحمال محتاجة تتضرب في ال 1.5، كل الاحمال الايه؟ المتحركة مش الثابتة. يبقى لما نيجي نسام اب في الديد لود، اول حاجة عندي هي الاون ويت بتاع الكرين جيردر نفسها، ان احنا فرضناه في الفيديو اللي فات 0.2 تون بير متر ران، يبقى ستريننج اكشن اللي هتطلعها لي بيندنج مومنت دايجرام اهو قيمته دبليو ال سكوير اوفر 8، يبقى الام نتيجة الديد لود بتساوي دبليو ال سكوير اوفر 8 0.2 في السبان بتاعنا اللي هو 5 في 5 سكوير على 8، يطلعني الديد لود بتاعي بكام؟ 0.625 طن متر. طب بالنسبة لي الشير فورس قيمة الشير فورس عندي هنا كام؟ دبليو ال اوفر 2، يبقى الكيو اكس. خلي بالك ان الام ديد لود دي ام ديد لود في الاكس حوالين الاكس اكسس بتساوي كام؟ دبليو في ال على 2 اللي هي 0.2 في 5 على 2 طلعت معانا 0.5 tons. طيب نروح للكيسز التانية، اللايف لود نتيجة الموفينج لود هيطلع لي ام لايف اكس بتساوي ام اكس اللي احنا حسبناها مضروبة في 1.25 اللي هي كانت كام؟ 7.2 في 1.25 هتطلع معانا 9 تن متر.
جميل. من الموفينج لود عندي كيو لايف لود اكس بتساوي الكيو اكس بتاعتي بضربها في 1.25، كانت كام؟ الكيو اكس بتاعتنا كانت 7.2 يتضرب في 1.25 يطلع 9 تونز. ده نتيجة الموفينج لود. طيب نتيجة اللاترال لودز هيبقى عندي ام لايف برضو بس واي بتساوي الام واي في 1.25، وده هيطلع معانا ب 0.9 تون متر، والشير واي لايف برضو هتطلع معانا ب 0.9 تونز. طب والنورمال اللي هو البريكنج يطلع بكام؟ البريكنج اللي هو نورمال هيطلع ب نيجاتيف لايف لود 1.28 اللي احنا حسبناها قبل كده مضروبة في 1.25 اللي هو الامباكت فاكتور بتاعي، يديني نيجاتيف 1.61 تونز. حلو، يبقى دي كل اللودز اللي عندي، كل الانترنال لودز اللي عندي، نتيجة الديد ونتيجة اللايف. ده ايه؟ خلي بالك ده الكرين جيردر، ده اللي موجود على الكرين جيردر اللي هي السكشن بتاعها يعتبر ايه؟ يعتبر اي بيم كده. يعتبر اي بيم بالمنظر ده، ده الاكس اكسس بتاعي وده الواي اكسس بتاعي. يبقى المومنت اللي جايه لي لما يقول لي مومنت حوالين اكس، يبقى المومنت ايه؟ بتلف كده. لما مومنت حوالين واي يعني المومنت بتلف كده، ده اكس وده واي. طيب الكلام ده ازاي هيتحط بقى في اللود كيسز؟ قلنا المرة اللي فاتت ان انا عندي كرين ليفت وكرين رايت. في الكيس بتاعت الكرين ليفت هيبقى عندي اللود عامل ازاي؟ هيبقى هنا في كونسنتريتد لود، قيمته كام بقى المرة دي؟ هتبقى قيمته الشير اللي جاي من الدت زائد الشير او الرياكشن اللي جاي من اللايف. يعني هيبقى منظرها كده. الشير اللي جاي من الديد، افتكر معايا الرقم كده، من الديد كان 9 طن. يبقى 9 طن ده كده ايه؟ من اللايف لود. طب ومن الديد لود كان كام؟ كان نص طن، ده اللي هو الديد لود. يبقى عندي 9.5 concentrated لود هنا. طيب وفي الناحية التانية اللي هو اللاترال هيبقى عندي ايه؟ من الديد مفيش، ومن اللايف 0.9 طن. طب الناحية التانية المفروض ان انا اعيد نفس الحسابات، بس يعني عشان الوقت هيبقى عندي هنا كان من اللايف لود طلع لي 1، ومن الديد لود برضو هيطلع لي النص، وبعد ما اضرب الواحد في الامباكت فاكتور 1.25 فيبقى عندي التوتال ادي 1.25 زائد نص، ده الديد وده اللايف، فيبقى الاوفرول بتاعك 1.75 تونز، واللاترال بتاعنا هيبقى 10% من ال 1.25 بس، يعني يبقى 0.125 طن. ودي تبقى الكيس بتاعت الكرين ليفت. طب بالنسبة للكرين رايت نفس الكلام، بس هعكس اللودز دي هحطها هنا واللودز دي هحطها هنا.